أي علاقة حب بتعدي بكذا مرحلة زي أي حاجة في حياتنا، والحب ليه مراحل ستة عشان نبقى مختلفين عن الفيلم. هما هبتة، إحنا ستة. رقم ستة ده عجيب قوي. أول مرحلة هي بداية التعرف واللي بنسميها التظبيط أو الدهلكة، وساعات نقول عليها السأسأة. لميا، انت بجد؟ عصام، احنا شغالين مع بعض بقالنا 5 سنين في نفس المكتب. لا معلش، اثبتي لي ان انت بجد. ازاي؟ حاضر. المرحلة التانية وهي مرحلة الحلم، او اللي بنسميها على وش القفص، واحنا اتخلقنا لبعض ومش هسمح للعالم يقف قصاد حبنا. عالم ايه اللي هيقف قصادك يا حبيبي؟ في المرحلة دي بقى بيبقى الدلع كله لبديب، اهتمام، حب، روح للناس يا حب. ايه بني ادم ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تحط لها الشاي بالشكل ده؟ تحط لها كوبايه الشاي وانت مبتسم؟ لميا دي ملاك، ملاك، مش بشر زي انا وانت. معلش يا حبيبتي، محدش عارف قيمتك زي لميا. في كام ملف مرمي على الارض، تعالي لميهم. حاضر يا فندم. حالا. لا يا فندم، لميا مش مجرد حد بيلم الملفات من على الارض، لميا احسن حد في الشركه دي بيلم الملفات من على الارض. يلا يا لميا، يلا يا حبيبتي، روحي لمي الملفات من على الارض وسيبي لي كوبايه الشاي دي انا هشربها. بعد فتره من التلزيق ده بتبدا المرحله الثالثه وهي مرحله الحقيقه، ودي بتبدا بالتعود. فحبيبتك بتتحول لمدام عفاف عادي وكانكم متجوزين من 9 سنين. الو؟ ايوه يا لامي، رنيتي 50 مرة وكنسلت. ايه؟ في ايه؟ انت بترديش عليا ليه؟ في الشغل، اقطع نفسي؟ في الشغل؟ انت بتكذب يا عصام. انا عمري كدبت عليكي؟ ايوه كدبت كتير. وانا اسمعيني بس، انا عمري كدبت عليكي؟ مش هسمع حاجه، انا زهقت منك. طب اقفلي، اقفلي عشان عندي شغل كتير. اقفلي. ماشي. واللي كان في المرحله اللي فاتت صابر الرباعي وبيتحدى العالم كله، مش قادر يتحدى صوره واحده على فيسبوك لابسه هوت شورت، وهنا بيكون الضرب في العلاقه مفك. خلاص كده مفيش امل؟ لا، في دي حاجه بصالحك بيها. خد بقى عشان خاطري، عشان خاطري، عشان تعرف بس اني بحبك. حلوه. انت اللي عاملاها؟ اه ماما اللي عاملاها. وماما تعرف اننا مرتبطين؟ اه، ما انا حكيت لها عنك. انت عارف بابا كمان عايز يشوفك، اصلا مستنيينك يوم الجمعه. ايه رايك يا حبيبي؟ انا عارفه انك هتفرح بالكلام ده. عصام، عصام. وهنا بنروح للمرحله الخامسه، الفركشه. في المرحله دي بيبقى فكك من كل اللي فات، اركن لي بقى الحب على جنب خالص، والعشرة والعيش والملح، احنا بنفركش دلوقتي. خد بقى قلة قيمة وإهانة، شتيمة بالأم، ضرب تحت الحزام وفوق الحزام وضرب بتوكة الحزام أحيانا. وهنا نوصل لآخر مرحلة، إنك تكون إكس، ودي مرحلة تلقيح الكلام وبوستات فيسبوك من بتاعت. مش هتتعلم غير لما تعرف ناس رمم، هاشتاج مقصودة، بتكتب الكلام الزبالة ده هي كل يوم، وبتعيش فترة طويلة على النبر العفش ده. أما هو بقى فبيبقى عصام. عصام، أيوة يا حبيبتي، أجيب فين وأنا جاي؟ يا سخافتنا،